هذا هو حافز أولا، وأيضا من باب أن يشعر أولئك أن الوطن وأبناء الوطن ومؤسسات هذا الوطن وفية لدماء أبنائهم، وفية لأولئك الشهداء الذين هم أصبحوا ملك وطن، لم يعودوا ملك أهلهم وذويهم فحسب، إنما سوريا، الشعب السوري بمختلف على امتداد الجغرافيا السورية هم أهل هذا الشهيد. في أي زمان في أي مكان ممكن أن نكون مع الشهداء، نرفع لواءهم، أسماءهم، ذكرياتهم، قصصهم، صورهم نأتي إليها، وإذا استطعنا بضاعة مزجات نقدم إليهم لعلهم يقبلوننا ذات يوم أن نكون مع الشهداء في طريق الشهداء ونصعد إلى الله شهيدا. تحضير لها المبادرة هي تم بالتنسيق مع وإشراف الإدارة السياسية وبالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني بذكرى مرور الحركة التصحيحية، لحتى نرجع نعيد تخليد هالحركة التصحيحية، تخليد هالذكرى الغالية والوطنية على قلبنا كتير، فما لقينا أنسب من أنه نكرم أسر الشهداء بهالحركة الكريمة. برفع راسي فيهن، هن أبطال، استشهدوا أبطال وراحوا أبطال، والله يرحمهم برحمته، يرحم الجيش السوري ويشفي الجرحى. احنا فخورين كثير بشهدائنا وبشبابنا وبرئيسنا وبجيشنا، ونحن ان شاء الله فخورين وبنضل فخورين.